اقعدي قولي لي قولي لي. ما انا هقعد. قولي لي بس ايه مالك انت كيف عامله الاحمر والابيض ده كيف؟ قصدك المكياج؟ ايه هياكل من خشمك حته. عاجبك؟ يعني عايزاني اعمل لك مكياج؟ طيب اي اوكي انا موافقه بس على شرط واحد. شرط؟ شرط ايه؟ لا ده شرط قد كده اهو بس هخليكي زي القمر. ايه الكلام بس اللي انا بسمعه ده يا ابراهيم بيه؟ الحقيقه يا رفعت بيه انا مصدوم من تصرفاتها. يا راجل ولا مصدوم ولا حاجه عشان بس قهوتك. ما تزعلش نفسك انت عارف انها نظره مدرسه وطبيعه شغلها بتتحكم فيها خصوصا ان انت ما جيتش في ميعادك وبدون عذر مقبول. طب والله العظيم يا رفعت بيه اللي انا حكيته لسعادتك هو اللي حصل بالظبط وانا مستعد احكي لك ادق التفاصيل لو سعادتك لسه يعني مش مقتنع. انا في اليوم ده صحيت 6 لا 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 انا رايي ان انت تخلي التفاصيل دي لغايه ما تحكيها لها بنفسك. يا ريت يجي على كتف سعادتك ازاي وهي واخده عليا تعهد ان انا ما اتعرض لهاش او اتكلم معاها. انت عاوزها توديني النيابه المره دي؟ يا راجل لا ولا نيابه ولا حاجه انا هتصل بيها بالتليفون بنفسي ومفيش لا نيابه ولا حاجه باذن الله هتروح حبل المشنقه ان شاء الله. نعم اقصد للمأذون. المأذون مأذون حس كده بقى. انت بتعمل ايه؟ بدور على البطاقه اشوفها موجوده المره. بطاقه ايه يا راجل انت؟ معقوله انا وعدتك بنفسي وخلاص؟ معلش يا رفعت بيه برضو لما تبقى البطاقه موجوده الواحد ما يضمنش تصرفات اخت. اهي الحمد لله موجوده. خلاص عاد ماشي شك اتفضل انت ما تورينيش وشك خالص. يا سعد بيه مش سعادتك سامحني على حاجه. انا سامحتك بس عشان خاطر ولادك دلوقتي. تسيب العربية وتسلم نفسك للشركة مفهوم ولا اقول تاني؟ دلوقتي تسيب العربية وتسلم نفسك للشركة مفهوم ولا اقول تاني؟ دلوقتي تسيب العربية وتسلم نفسك للشركة. ما انا عارفك ما بتفهمش ولا من اول مرة ولا من تاني مرة ولا من تالت مرة. سعدت فيه؟ نعم. حرام قطع العيش. انا ما بقطعش عيش ولا بسبوسة. انا عاوز اروح مشوار لوحدي مش من حقي. حاجة عاوز اتنفس من غيرك مش عاوز اتأنس بطلعتك البهية. حاضر يا باشا. سيبني يا اخي لوحدي واحنا مولودين سوا. مولود لازق فيا. اقطع مش من حقي ان انا امشي لوحدي. اتفضل غور. حاضر يا باشا. هو سعادتك رايح فين يا باشا؟ مد ايدي عليك قدام الناس؟ لا يا باشا. تحب يعني؟ لا لا ما انت مهزأ. لا لا يا باشا. تحب اضربك قدام الناس؟ لا يا باشا. امشي غور من وشي. ماشي غور. حاضر يا باشا. اتفضل اتفضل. سلام يا باشا. بس على الله هتطلع بلدي وما تروحش اسم المرة دي. متأسفة يا فندم ممكن تكلمها بعد ساعتين. ايوه اصلها بتمر على لجان الامتحان. وبعدين ده كده ممكن تضيعه. اوعى تجيب سيرة لعبد الجبار. هس فين؟ لا يا اسم يلا اركب. اركب ايه؟ انت جننت؟ انت هتوديني الاقصر راكب احمر؟ يا بنت العم ده لحد اول الطريق بعد كده هنتصرف ونركب حنطور. لا فرقت. يلا هم قبل ما حد يشوفنا. طب هم ازاي؟ طب استنى استنى وبعدين استنى امسك. لا اعمل ايه؟ اركب. انت بتعرف تسوق بتاعتك كويس؟ عيب ده متربي معايا. ده تايسون. يلا يا تايسون. احنا برستيجي بتاعتك. بالراحه بالراحه. ايه يا تايسون؟ ايوه يا تايسون ما تحملناش. يا تايسون بالراحه. انا اسفه يا ميس. كله تمام؟ كله تمام. كويس.
الورقة تتعدل كده. تركيز أكتر، ركزي والخط. شكرا. صباح الخير جميعا. صباح النور. انت ولا حد غيري؟ ايه يا جماعه؟ ازاي جيت هنا؟ الشو الشو غلبني. تارارارم كده. بنت ولد، بنت ولد، بره راح عليا اصفاء. مش كده، مش قدام الاولاد. طب بقول ايه، امشي دلوقتي واجيب ولي امري بكره؟ بقول لك ايه، اتفضل بره من فضلك. طب طب هو اخوك ليه ما كلمكيش؟ ما حدش كلمني، ما حدش كلمني، اتفضل بقى. طيب انت واجهيه وانت مش مواجهه، واجهيني ازاي؟ اعتذر لك ازاي؟ انت مش واعي. مش عايزك تعتذر، اتفضل. انا عاوز اعتذر. بقول لك ايه، ربنا يخليك. تجيب الفراشين الموت بره؟ لا لا لا، استنى عليا، استنى عليا، استنى يا اسطى، استنى يا اسطى. نعم يا مستر. انا مش فاهم انت فرحانه قوي كده على ايه. مش انت بتقول ان مشاكل رشا هي اللي عطلته؟ يبقى اكيد لسه شخصيته ضعيفه زي ما هي ولم تتغير. على خيره الله، يبقى مش ناقص بقى الا انك تهدي السر وتتجوزي. اتجوز؟ اتجوز ده ايه، لسه بدري قوي 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 على الجواز. لازم اختبره فتره الخطوبه. خطوبه ايه يا صفاء؟ انتوا مخطوبين بقالكم 16 سنه. الله وماله، الله وماله، لازم املى ايدي منه. وبعدين عايزه اقول لك بقى، الرجاله زي السجاجيد، لازم من حين لاخر كده تمسكهم وتنفضهم وتنطر التراب منهم وتكومهم، وكل ما تدوس عليهم قيمتهم تزيد. والله ما حد هيتكوم ويداس عليها الا انتي. الظاهر انك ناويه تقعدي في ارابيزي زي العمل الرضي. بقول لك ايه، انا عندي ميعاد مهم جدا ولازم امشي. رفعت. خلاص يا اخويا مش جايه. عبد الجبار خلاص خطفها وخدها في الدره. طب اتكلم على قدك بقى، اتكلم على قدك. والواد اللي معاها ده هنعمل معاه ايه؟ دي لعبتك، عبيه في شوال وسربه. بقول لك ايه، انا هستنى جوه. ها وانا مش هتاخر. وقدرت تقوليها يا بنت عمي؟ عايزه تسيبيني لوحدي هنا في الغربه؟ غربه ايه يا ابني؟ بقولك مش هتاخر. مش هتتاخري كيف؟ هتكونيش فاكراني اهبل؟ ما خبرش انت هتجاب لي مين؟ لا لا، حمداني مفتح قوي ومتعلم قوي، علاء مدنبي كمان. ايوه انا قعدت في الاعلام لحد كي جي 1. ولا حد انا يعني؟ شاطر شاطر. امال انت هتجاب لي صاحبتك سوح رجل على رجلك؟ لا مش هجاب لي صاحبتي. لا هتجاب ليها امي، قالت لك دي امي. يعني ما كانش عمل عمايله. طب ما دام هقابل صاحبتي جاي معانا تعمل ايه؟ مش بروبا ند عليها واتجوزها؟ يلا خليك اسبور، ما تبقيش متقطعين النصيب. استنى وترجم. يا ابن حضره العمده، ابن حضره العمده، ابن حضره العمده. ايوه حمدان. ايوه يا اخي حمدان. ايوه هليق في القمر، عاش من شافك يا حمدان. بالجوده بالجوده يا حمدان. بالجوده يا ولد العم. بس هتطلع مين؟ لا 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 حمدان، هزعل منك حمدان. تعالى ما انتش عارفني حمدان. ايه؟ انا هطلع اصيل وافكرك. بس انا عايزك في موضوع مهم قوي يا حمدان. ايه خير؟ اتكلم. لا اتكلم يا رجوله، مش قدام الجماعه. صح. طب اسبق انت، بعدين هحصل. هتوصلني امتى؟ اسبق انت. طيب انا عساك انت كمان. اسبق عند صاحبتك. بس امشي. ايه سبقت؟ خير اتكلم. ما ينفعش حافظ. لا ايه ده، ايه قله الادب دي؟ انت هترموا بلاويكوا على الناس ولا ايه؟ ناس مين بتتكلم عليها؟ فتك قوي حضرتك. ما ينفعش حافظ. حافظ ايه؟ استني عندك. قلت ولا ما قلتش؟ لا ما قلتش. لا قلت. تعالى. قال ولا ما قالش؟ خلاص ما حصلش حاجه. لا حصل، انا عارف المناظر دي كويس، ما تجيش غير بالسك على دماغها. وبعدين عايز اقول لك طارق، هتضيع حقك يا انسه. يا فرعيتك استاذ، العب غيرها يا شاطر. ما تقوليش يا شاطر، ما تخبطش على صدري كده. انا بقول لك اهو والله، احط صابعي في حبع عينيك. انت فاهم ولا لا؟ ما تقدرش. ما اقدرش يعني ايه يا حضرات؟ مش عارف انا بلاوي اتحدف علينا دي من اي داهيه. شفت قله الادب؟
لو سمحت اتفضل معايا مكتب الامن. لا انا مش هقدر اجي معاك. لو سمحتوا معايا هتروحوا انتوا. طيب لو سمحت معايا اتفضل سعادتك. رايحين على وين؟ على وين انت ما تسالش خالص. انا جايب لك مجموعه بقى من البنات الاجانب. انما ايه كلهم جايين يتعرفوا عليك واقفل لك حاره الشرف. حفشاش حفشاش تخش يا سيدي. جينا جيتم. الف حمد لله على السلامه. هم مين اللي جيتوا؟ اسمها جينا. اسمها جينا. خش على اللي بعده. اهلا جينا. كارولين. اوه يلا على اللي بعده. على اللي بعده فيكي. فيكي عجبتك؟ اهلا فيكي. خش بقى على الاخيره ديانا. ديانا هاو ار يو بيبي؟ فاين 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 فاين. وات يور نيم؟ اسمك ايه؟ اسمي محسوبك حمدان عبد الجبار ابو ضيف. ود عبد الجبار ابو ضيف عمدة كفر ابو ضيف جبلي. ايه ده كل دي اسمك؟ لا دي شجرة العيلة. انما ماي نيم لوحدي از حمدان. بابا ايه اثبت انت لسه شفت حاجة؟ شفتش حاجة؟ لا انا ثابت. استنى بس ما تجرينيش وراك. استنى خلاص اتجوزت يا انسة باشا عن اذنك. يا طارق يا طارق كلمني. ما اقدرش اتاخر عن حمدان اكتر من كده. مستقبل ايه بس يا انسه رشا؟ انا مستقبلي خلاص شايفه من دلوقتي. هرجع مونتريال ادفن همومي في الشغل. ثروه ومكسب وفلوس. انما عشان مين ده كله؟ يظهر ان السعاده والفلوس عمرهم ما بيجتمعوا مع بعض. بطل كلامك ده يا طارق. انت زي ما تكون بتتكلم عني بالظبط. معقوله انت اللي زيك استحاله تكون تعيسه؟ ده انت تسعدي الدنيا بحالها. تهيألك ده انا اتعس واكتر انسانه وحيده في الدنيا دي كلها. لا تلاقيكي بتقولي كده بس عشان تجامليني. لا ابدا صدقني يا طارق. ايه ده انا اسف يا رشا حقيقي انا اسف. قد كده الكلام خدني عن نفسي ومشكلتي ونسيت اسالك عن نفسك. اتفضلي اتكلمي انا سامعك. تصور ان انا لحد دلوقتي ماليش اصدقاء خالص. معقوله ما تعرفيش حد ابدا؟ ما تعدش المعارف كتير قوي. انا بقول اصدقاء اصدقاء بمعنى كلمه صديق ما تلاقيش. طب وقلبك ليه؟ ايه ملياش حق اسال؟ لا ابدا بس الدنيا دي غريبه قوي. ما بتديش الانسان ابدا اللي بيدور عليه. ازاي؟ فسري كلامك. مش يلا بينا احسن؟ يلا. يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. يا مسلم بالعطارين انا بحبك يا مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. بس انتي ما رديتيش على السؤال. ايه بس؟ انا مش فاهمه حكايه قلبي دي تهمك في ايه؟ عشان ما هو اصلا انا خايفه اتكلم بصراحه. يا ترى رشا هتصدقيني لو قلت لك ان انا في عز الصدمه اللي كنت فيها كانت صورتك وكلامك الاكتر حاجه. طارق لو فضلت تتكلم كده انا هسيبك وامشي. لا ما هو انت لازم تسمعيني. انا فتحت لك قلبي لازم اتكلم ولازم تسمعيني. عايز تقول ايه يا طارق؟ رشا توافقي تتجوزيني يا رشا؟ لا 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 انت اكيد اتجننت عن اذنك. رشا رشا طارق ارجوك بقى خلاص. خلاص ارجوكي ما تسيبنيش في الضلمه اللي انا فيها دي. ضلمه ايه بس يا طارق؟ طب انت ليه معتبراني مجنون؟ انت مش بس مجنون انت بتتكلم تحت تاثير الصدمه. انت بتدور على اي بنت تعوضك عن خطيبتك والسلام. بس انا اعجبت بيكي. اعجبت بيكي من قبل ما اتاكد من موضوع سامي. كان مجرد تعارف. تعارف اتبنى على اعجاب. صدقيني يا رشا ما حدش بيعرف النصيب فين. بعدين انا طول عمري بحلم ببنت مصريه على قدها تكمل معايا مشوار الغربه. مين بس اللي قالك اني بنت على قد حالها؟ في حاجات كتيره قوي ما تعرفهاش عني يا طارق. انا مش عايز اعرف ولا انا طالب تردي عليا دلوقتي. انا قدامي 3 ايام بعدها هاخد اول طياره مسافر على مونتريال. كل اللي بتمناه من الدنيا انك تكوني على الكرسي اللي جنبي لابسه فستان الفرح. يا لهوي مونتريال ودي تطلع فين دي يا بنت؟ مش دي المشكله يا دادا. المشكله انه فاهم ان موظف على قد حالي بدبلوم تجاره. مش مشكله ازاي بس الحقيقه. لا لو قلت له الحقيقه هيفتكر انا كنت بخدعه وهو اساسا مش ناقص تعقيد. لا ما اقدرش اقول له حاجه. ازاي كده يا رشا يا حبيبتي؟ هو انت مش هتسوري على جدك ولا هتسافري معاه من بره بره؟ الله
طب ما هو مصيره هيعرف يا بنتي، وانت مش راجعه معاه على هنا هتقولي له ايه على جدك البواب؟ مش عارفه بقى ايه ده، مش عارفه، خايفه يزعل. ايه وقتك زبي؟ انا سامعاكي وانت بتكلميها في التليفون. ولازمته ايه السؤال؟ ما حضرتك حتى ودنك معايا على التليفون. ايه ودني معاكي يا ليله الادب؟ امشي غوري من وشي. استني هنا افندم. تعالي. قالت لك عاوزه ايه؟ ما قالتش. اهي جايه، ابي اساليها حضرتك. ازعل؟ ده انا مصدوم، صدمتي اشد من الصدمه اللي خدتها من ساميه. خلاص بقى انا اسفه. خلاص اسفه. اسفه ايه بس يا رشا؟ خبطتين في الراس توجع. انت بتعملي فيا كده ليه؟ ليه؟ ما انا كمان معذوره، انا صدمتي ان كل اللي عرفوني كانوا طمعانين فيا يا طارق. تقومي تعمليني انا حقل تجاربك يا رشا؟ ده صح برضو؟ ده اسمه كلام؟ اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ اعمل اي حاجه غير انك تبطل تحبيني. ممكن احبك؟ احب انسانه غريبه عليا؟ ده انا متهيألي زي ما اكون بشوفك لاول مره، واحده تانية خالص غير اللي انا عرفتها وحبيتها. معلش يا طارق سامحني بقى، ما يبقاش قلبك اسود. اسامحك؟ اسامحك وانا شايف مأساتي بتتكرر من اول وجديد؟ ابو ساميه كان متصور ان انا طمعان فيها عشان فلوسها، كويس دلوقتي لما جده يتصور كده هو كمان؟ مفيش حاجه من دي هتحصل خالص، جده بيثق في تقديري كويس جدا وعمره ما رفض لي طلب. فكرك كده؟ ايوه يا حبيبي، ما تتعبش قلبي بقى يا طارق. الله يلعن ابو الفلوس وست الفلوس، انا اصلي حساس قوي في المسائل دي يا رشا. خلاص مفيش فلوس، خلاص روح يا فلوس، روح يا فلوس، خلاص بقى مش هجيب سيرتها تاني. بس انت ما تزعلش، انت اهم حاجه عندي. يا ريت يا رشا كلمه فلوس دي ما تنطقهاش تاني على لسانك. حاضر. في اي حاجه تانيه مزعلاك؟ اه يا ريت تفهمي جده ان انا اللي هتكفل بكل حاجه من الابره للصاروخ، انا مش عايزك غير بالفستان اللي عليكي. حاضر يا استاذ، بس انت ما تكشرش. ممكن قتلتهم انت كده؟ قتلتهم. لافيني 5 جنيه. لافيني ايه؟ لافيني 5 جنيه. يبقوا 150 يا عمده. كيف 5 و10 و5 دلوقتي و5 و5 دلوقتي؟ يبقوا 150 يا عمده. ده انا بقول عليك متعلم ومثقف وفاهم. انت معاك ايه؟ كي جي 1. طب هو كي جي 1 دي شويه؟ لا صح صح. لافيني لافيني ولا تغديني يا عمده؟ صح. بص يا سيدي، 5 جنيه يبقى 150، يبقى 150. اقول لك ايه؟ خد 20 ويبقى 200 وابقى كرمك. ويبقى 200 وانت كريم بصح. ماشي. فين بتاع الجرشينات؟ عايز ايه؟ هنحط الجرشينات ونقتلهم تاني. هات هات، ما تدورش، انا هعودها لك، انا هحطها لك يا عمر. خد يا سيدي. اكيد حضرتك فاكراني. ايوه انت بتاع الخناقه مش كده؟ بالظبط. على فكره ام زيد، حضرتك ضيعت حقك وحقي، وكان المفروض نعمل محضر تشهدي معايا فيه. معلش حصل خير. حصل خير. طب عايزين نتعرف بقى. انا عن اذنك. معلش ازاي؟ ايه يا نسا؟ انا المفروض لما اكلم حضرتك تردي عليا. وبعدين هو اتعرف بالعافيه ولا ايه؟ لا مش بالعافيه ولا حاجه، بس انا من حقي يعني ان انا حقك؟ حقك بمناسبه ايه؟ من بقيه اهلي، قريبي، جوزي. ايه ده ايه ده؟ في حاجه يا رشا؟ بيقول لي من حقه، انا ما اعرفش البني ادم ده اساسا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ليه؟ تطلع مين حضرتك عشان تفرض نفسك على نسا؟ المفروض حضرتك انت اللي تجاوب على السؤال ده وتقول لي عشان كلنا نعرف احنا مين وازاي وتحط نقط على الحروف. طب اتفضلي انت يا رشا. لا استني يا رشا. الله انت غريب قوي يا اخي. يا رشا استنى. بوه ايه ده؟ انت كنت الماسكه دي؟ الماسكه دي ده انت وجعت ولا حدش هيسمع عليك. بالراحه بالراحه يا عم. مفيش بالراحه بالراحه. هيمسك يدها هبدعي عن عينك يا رشا. حد يتلفاني زادلك. بقول لك ايه، انت ما انتش فاهم حاجه. وبعدين مش فاهم حاجه خالص. ده انا عفريت مصر. انت تاني؟ انا تاني ازاي؟ طب اهو اتفضل حضرتك خده. اتفضل معايا. انا مش حاضر. اتفضل معايا يعني. اتفضل معايا. يا بيه يا بيه، تحب اجي معاك؟ ما ترجع يا ماما. يعني اعمل لها ايه يعني؟ افرش لها الارض ورد ولا ننصب لها الزينه؟ يا ابني زمان عبد الجبار سقيها المر من كعانها، سافر وهاتها. لا 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 لا، اجيبها منين؟ من عبد الجبار؟ ولا يهمك منه، امسكه بهدله ما تخللوش. ايه يعني؟ خطيبتك وما تقدرش تستغنى عنها ولازم ترجع معاك. فكرك كده؟ طبعا يا حبيبي، دي ما هتصدق انها تشوفك، واول ما تعرف انك انت شكمت عبد الجبار ووريت له المرجله والشخصيه كل حاجه هترجع لاصلها. مرجله وشخصيه؟ ايوه طبعا يا حبيبي، مرجله وشخصيه.
ايه؟ خطبت وانا حر فيها، ما بقاش الا عبد الجبار كمان. ايه عبد الجبار؟ اخدك على حنطور عينك. شت ولا كلمه. بالسلامه يا ولد العم. الله يسلمك، هتوحشني قوي. وانت كمان هتوحشني قوي. بالسلامه يا قمر. الله يسلمك. الله يسلمك. انا هستناك على نار الشوق. لا تستناني ليه؟ احسن بعدين ما اعرفش احضر فيك. لا ما تخافش، انا هلاقيك. وانا هجيلك. بالسلامة. لا اوعى تنساني، انا بحبك. ها علي الطلاق ما هنساك وهجيلك. بالسلامة. السلامة يا ولد العم. السلامة. راجل والرجالة قليلين قليلين. ثلاثة بس، انا وهو ابوي عبد الجبار. اطلع 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 اطلع. سلامة يا قمر. راجل كده ليه؟ حتة وادي يا اخي معرفش طلع لنا منين. ده هيكون بوليس. ايه خايف من ايه؟ احنا نضاف. بقول لك ايه، نضاف ايه وبتاع ايه؟ اوعى يكون جه وراك. ايه مالك قلقان ايه؟ وريني معاك ايه؟ يخرب بيتك. ايه ده؟ اصطادته ازاي ده؟ ده لولي حر. ده مش اقل من 10,000 جنيه. طبعا يا فالح. علقته اوام اوام، مش الفيلم الهندي اللي انت عمال تعمله لي. لا ما شطبناه خلاص. ايه كشفتك؟ تكشف مين يا ابني؟ انا سايبها دلوقتي عايشه اجمل وهم في حياتها، بتعد الثواني لحد ما تقابلني بكره قدام اللوكاندا. وبعدين هفهمك بالبطيء الممل. ما هو انت لازم ايدك تبقى معايا، ما ينفعش اشتغلها فرداني كده. ايه ده؟ ايدي معاك يا اخي. بطل تهريك. بقول لك ايه، خد وصلها ده. ايه ده؟ وصيتك؟ لا غنوه وداع. ازاي يعني؟ يعني تفتح لي ودانك وتفنجلهم لي على الاخر. ابا ما كنا بنعود كل يوم في ستر وسلام. ايه اللي عود ومبدر الليله؟ مين ده؟ بوي. يعني ما هتشوفيش الكاريتا؟ وايه يعني حتى لو شفت الكاريتا؟ يبقى ابو جوه. تعالى يا تايسي. انت موديني على فين؟ ما تنزل. هننزل هناك. تعالى بس يا تايسي. بس يا تايسي. انزل بالراحه بالراحه. ايه ده؟ تخماي تخماي. يعني ايه تخماك يا سبع؟ بقول لك طخه وهتخني دلوقتي وتخني في العالم. بتخني عليه؟ هو عبد الرب دي نعمل ايه؟ لف معايا لف معايا. لف معاك ليه؟ طب يا حمدان سن وبناتنا في ده، لما حد يضرب حد بالنار كله يلف. انت ممكن كنت ضربها بالنار بجد؟ اه يا سبع. احنا ايه اللي بنهببه ده؟ وفاضل ايه دلوقتي؟ اتصرف اتصرف. تعالى افتحوا 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 افتحوا. مش راضي يتفتح. افتحوا تاني. افتحوا تاني. اسمعوا بعد على ايدك ما قدرتش اعملها تاني. وتعمليها من الاصل ليه يا نجم؟ مش جوز غزية ليه نجم؟ ولا مش جوز غزية؟ يمكن مش جوز غزية. تحط ابيض احمر ليه يا نجم؟ يا انا يا وقصتك يا عبد الجبار، يا رقبتك اللي بقت زي السمسمة يا عبد الجبار. ادعو لك عمتي، انا همسح خلقتي شويه ماء. عايزه تدرج اسم الجريمه. جبت الغميض دي منين يا نجف؟ وكم مره حطيتها على خلقتك دي يا نجف؟ انت لقطة خبري. رشا رشا يا عمتي. ها رشا لين الجده مش هتعدي. هي فين؟ موجوده موجوده يا عمتي. تعالي هنا حالا. منين بس دلوقتي يا عمتي؟ دي مش هنا. مش هنا؟ كيف؟ خرجت من غير إذن عار. لا لا أبدا. دي 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 نايمة نايمة. صحيها نايمة. صحيها نايمة جوه في الكعب. صحيها. صحيها كيف يا عمتي؟ صحيها كيف؟ مسنكر على الباب. رشا افتحي افتحي لأكسر الباب يا رشا. اروح فين؟ روح هات الكرسي اللي هناك ده. روح هات الكرسي اللي هناك ده. روح هات الكرسي اللي هناك ده. ايوه عشان تنزل. عشان تنزل رشا. يلا
احمليه الكرسي يا ابني، راحت الكرسي ده. انت هتقعد اي واد قاعد الكرسي اللي واقفه كده ايه؟ ايوه ده، ده ايه العيله اللي ربنا بنيها دي؟ افتحي بابك من باب الركه. انزلي استنى، انزل خد دي، هات دي، خد الكرسي. قلت لك نعود بدري، انت اللي ما هودتنيش. مش انت اللي كنت عمال تلعب فيديو جيم؟ محروق الفيديو جيم وسنينة. هنعمل ايه دلوقتي؟ استعمل ما تدخل بقى بنت الخير. هدخل، انا عمدت مشوف. لا تعال 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 كويس تعال كويس. افتح الباب، هنط من الشباك. انتوا عيلة سودة. رشا افتحي افتحي لاكسر الباب يا رشا. اتكبس ايه الخبط ده كله؟ هو حضرتك يا عمو؟ عمو في من عيني. ايه متخفيه هنا بتعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ انت حضرتك صحتني من احلى نومه. ليه؟ نايمه مع الاموات؟ وبعدين ايه؟ ايه ايه اللي انت لابساه ده؟ واحد اتنين تلاته ها؟ بتناموا بالجزم؟ ليه؟ قله ابايب؟ احنا كلنا في مصر بننام كده. اه وهما سامعه صوت البندق؟ سامع صوت البندق؟ بس ليه بندق؟ احنا في حرب ولا حاجه؟ اكان اهون عليا. اهون عليا من اللي عملتيه في خلقه مرات عمك واللي عاملاه في خلقتك دلوقتي. ليه؟ وحش يا عمو؟ مش مساله وحش ولا حلو يا بنتي. سلو بلادنا في الصعيد خير سلوكوا في مصر عاد. احنا ما علقناش نسولنا بالشكل ده. معلش انا اسفه، حضرتك اهدى كده وابعد البتاع ده عني واتفضل معايا، تعال نقعد مع بعض بره. البندق 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 البندق. اتفضل البندق. اتفضل. كان حصل ايه بقى يا خالو؟ غلطان انا اللي زوقت لك طنط نجف عشان لما تيجي وتشوفها تلاقيها حلوه وزي القمر كده؟ ها اتفضل. زيد فضلك يا بنتي، والله انت تاكلي عقل بلد بزياتها. الله يكون بعون صوتي معاكي. ايوه ده انت قطم فيا كده. اهي طنط نجفة، تعالي يا طنط تعالي ما تخافيش اتفضلي. اجي يا عمدي. خشي. با ايه اللي قلب سحنتك كده؟ ما كنا حاطين الزواج، كنت حتخني بالبندقه. طب اداري اخفي من خلقتي. معلش معلش يا خالو، انا دلوقتي هزوقها لك وهخليها لك احسن من الاول كمان. وكمان هسيب لها شويه مكياج هديه عشان انا مسافره بكره بدري كتير. معلش الايام الحلوه بقى بتمر بسرعه، بس اصلي لازم ارجع. ايوه بس يا بنتي فضك من مركب السواح ديت، شوفي اي حاجه تانية اركبيها. ما تسيبها براحتها يا عود. اخرازي ما تنطقيش تديك الظهر ايدا نطر لك الضغم اللي عماله تتعجي بيه. اول هام يا بنتي مركب السياح دي ما تلدش عليا. ثانيا انا بكره مشغول هوزع البذر على الفلاحين، يعني مش هقدر اجي اوصلي. لا 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 ما تشغلش بالك يا خالو، ما تشغلش بالك، حمدان هيوصلك. ايوه يا ابوي. ايوه يا ابوي انا هوصلها. وصلها كيف يا جاموس ابيض انت؟ ليه يا خالو جاموس ابيض ليه؟ ده حمدان ده راجل ولا كل الرجاله، ده كفايه ان انا طول ما انا هنا عامل زي الصقر، مش مخلي حتى النسمه الطايره تبص عليا ولا تشوف وشي حتى. ولد حمدان كبرت وطلعت لابوك. هذا الشبل من ذاك الاسد. اعمل يا ولد. بس برضك يتخاف عليك. ليه؟ ليه ده حمدان سيد الرجاله. طيب نتعشى الاول وبعدين ندبر احوالنا. الحركه دي مش عايزها تتكرر تاني ابدا. عايزك تفهم خلي الكلام ده كويس. مرتبي يوصلني على البيت زي كل شهر، مش عشان هو قاعد بيشم في الورد البلدي اقوم انا مضيع وقتي واجي اقبض من الشركه. انا ما بحبش الحركات ديت. واضح ان مشغولياتك كتير قوي. مشغولياتي؟
ده انا مشغول لشوشتي. ده كفايه يا رشا. مين انت قلت مين يا فندم؟ لا ولا حاجه. انت هتحكي معايا؟ اتفضل شوف شغلك. لخبطتني. اه يا بخت من كان المدير خاله. مش حال بقى لو كان رئيس مجلس الاداره ذاته. انت بتبرطم بتقول حاجه؟ لا هبرطم اقول ايه بس. انا بس يعني بسال حضرتك انت ناوي تيجي تستلم الشغل عندنا هنا امتى؟ شغل؟ شغل ايه؟ لا انا ما فهمش في الشغل بتاعك ده ابدا. بس ما اعرفش حد هنا. انا ما اعرفش غير خالي. ما احبش اشتغل مع حد ما اعرفوش. اطمن اطمن. الشغل عندنا هنا مريح قوي، واول ما تيجي تتعرف علينا هتعرفنا واحد واحد، وهتعرف طبيعه شغلك كمان. ما تخافش. انت مالك انت؟ اشتغل انا ما اشتغلش، انا حر. وطفي اغرس. بص بص الحمد لله على السلامة استان. الإزاز يا فندم. مالكش دعوة بالإزاز. حاضر. وعايز أفهم بقى أعمل إيه عشان تفهم إن أنا مش طايقة أشوف وشك؟ ولا يهمك، بحبك بس متضايق متعكنن ومش رايق. هات الشيك كيس ده طلعه. مالكش دعوة بالكيس، مالكش دعوة بالكيس، وابعد عندي أحسن. أجيب البواب يجيب لك البوليس. انده البوليس، حكي لي حتى عشماوي. أقول لك اطلبي مجلس الامن. من فضلك من فضلك ارجوك ارجوك بلاش فضايح، الناس بتتفرج علينا. يا تخاف من الناس؟ قرب قرب. ايوه ماشي. مش انت ابعد هنا ابعد. قرب قرب خليهم يتفرجوا. بص يا صفاء، انا مش منقول من هنا الا على المأذون عدل. طيب طب ورشا؟ عنها ما اتجوزت. تتجوز لما جينا نصيبها. صفاء انا مش عايش قد اللي عشته. يا سلام. طب هو انا يعني ماليش اخ تتكلم معاه؟ ليكي طبعا، وانا مستعد اروح له زاحف على ركبي. اقول لك نروح له دلوقتي. يلا بينا. تروح له فين بس؟ اصل اخويا رفعت طلع مأمورية راح لاقاصي الصعيد. ولا يهمك اسافر له دلوقتي. يلا بينا يلا بينا. اخرس. تسافر له ازاي بس؟ اصل رفعت اخويا راح عند المطاريد. معقوله معقوله تروح انت كمان عند المطاريد وتجي لك رصاصه تقضي عليك وابقى انا ارمله قبل ما اتجوزك؟ خايفة عليا يا صفاء؟ لا خايفة عليك ولا حاجة. كلها يومين واخويا يرجع من المأمورية. يرجع براحته، أنا ما يهمنيش أخوكي. المهم أنت موافقة يا صفاء؟ ربنا يسهل. أنا عاوز أسمعها صريحة. اتفقنا؟ ما اتفقناش. أنا قلت ربنا يسهل. تفرق يا سيوتي عن إذنك. لا استنى استنى يا صفاء استنى استنى من فضلك. ما هو بس بقول لك إيه، أنا عايزة أطمنك. أول ما رفعت أخويا يرجع من المأمورية أنا على طول هقول لك، هدي لك خبر. يلا بقى عن إذنك. حاضر. وبيعمل كده ليه؟ إيه؟ مع السلامة يا صفاء. هتوحشيني قوي. وانت يا اسود يا صوت اخشني يا خالي برد. هتوحشيني يا صفاء. وانت يا اسيوتي. سبحان الله بقى صوتها زي صوت مبروك بالظبط. يلا مبروك. ايوه باشا. يلا بينا. واضح انها بتحب سعادتك قوي يا باشا. سندني. اتفضل يا باشا. طفيت الشمع رميت الورد يا حبيبي. كدابة في اصل وش. مأمورية ايه اللي انا سافرت لها؟ انا عايز افهم انت بتجيب الكلام ده منين. كنت عايزني اعمل ايه بس يا رفعت؟ اسيبه يطلع معايا الشقه وانا لوحدي؟ لوحدك؟ امال انا روحت فين؟ انت مش قايله لي خليك قاعد هنا عشان هنتغدى كلنا مع بعض؟ خلاص انا قلت له كده وبس. هو تحقيق ولا ايه؟ ايوه تحقيق يا صفاء. انا عايز افهم انت بتتهربي منه ليه؟ انا ما بتهربش. هو اللي مش فاضيلي. يعني ايه مش فاضيلي؟ اذا كان الراجل لسه طالبك للجواز دلوقتي انا هطلبه واقول له يجي يتعشى. ارجوك ارجوك ما تكلموش ما تكلموش. انت سامع ولا لا؟ هو انت مش عايزه تتجوزيه؟ عايزه.
عارفة. أرجوك أرجوك سيبني في حالي. أنت بتعيط يا صفا؟ عنك عجبتي الشنطة. اتفضل يا روح. الله يا طارق قد ايه ده رقيق منك. بتحبيني يا رشا؟ لسه بتسأل؟ اصلي مش مصدق، مستكتر على نفس السعادة اللي انا فيها دي. اوعى تقول كده. يلا يا ست بس ما تتأخريش. انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ لا بس عشان تبي على راحتك. اوكي رشا. طارق هتوحشني المدة دي. وانت اكتر يا حبيبتي. شنطتي عشان الفلوس. اه انا معايا فكة. بكام التلغراف من فضلك؟ 345. طيب هيوصل بعد كتير؟ كمان ساعتين ان شاء الله. يا ريت. اتفضل. الو شاكر قوي. خلي الباقي عشان حسابك. كام يا اسطى؟ جيبها بيه. كام يعني؟ 10 جنيه. مع الهانم. بقول لك ايه، لما تخرج الهانم قول لها ان انا سبقت على المركب علشان اطمن على بقيه الشنط. حاضر يا بيه. قول لها ما تتنقلش من على سطح المركب علشان ما انتهش من بعض. حاضر يا بيه. عمال هاخد على دماغي. هيخطفها على مونتريال غصب عنها. قولي لهم الحقيقه. لانك لا قدرتي المسؤوليه ولا احترمتيها. ما اقدرش على تحكمات الرجال. ما حصلش حاجه يا فندم. احفظ مركزك. عيب ما يصحش كده. انت ايش بتاخد غيرها؟ المجرم الجبان الحقير. انت حكايتك ايه بالظبط؟ انت تنفذ اللي انا بقول لك عليه بالحرف الواحد. وديت جسم الجريمه فين؟ مصيبه فوت انا؟ لا اكمل مش موجود. انا لازم اكلم البوليس يشدد الحراس على المطارات. البوليس؟ بوليس ايه يا عاري؟ انت اللي هتبلغه. حرامي. مصيبه. ليه يا ربي بس كده؟ مين مات؟ الوالد. هيجي لي النوم ازاي بس يا هالة؟ خايفة يا رفعت. مش فاضل غير اننا نحضر الشربات.